السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين الأول من درس الترتيب في المجموعة آخ. نص التمرين يقول: قارن العددين A و B في كل حالة من الحالات التالية. الحالة الأولى، لنقارن A تساوي 3 جذر مربع 5 و B تساوي 5 جذر مربع 3. من أجل هذا سنحسب فرق المربعين نظرا لأن العدد A يحتوي على الجذر المربع وكذلك العدد B. إذن A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي 3 جذر مربع 5 الكل أس 2 ناقص 5 جذر مربع 3 الكل أس 2. التعبير الأول هو 3 أس 2 في جذر مربع 5 أس 2. التعبير الثاني هو 5 أس 2 ناقص جذر مربع 3 أس 2. 3 أس 2 هي 9، جذر مربع 5 أس 2 هي 5، 5 أس 2 هي 25، جذر مربع 3 أس 2 هي 3، 9 في 5 هي 45، 25 في 3 هي 75، 45 ناقص 75 أصغر قطعا من الصفر. وهذا يعني بأن A أس 2 ناقص B أس 2 أصغر قطعا من الصفر. إذن A أس 2 أصغر قطعا من B أس 2. وبما أن A أكبر قطعا من الصفر وكذلك B أكبر قطعا من الصفر، فبالتالي الترتيب لا يتغير. A أصغر قطعا من B، A أس 2 أصغر قطعا من B أس 2. الحالة الثانية، لنقارن العددين A يساوي ناقص 3 جذر مربع 3 و B يساوي ناقص 5 جذر مربع 5. كذلك نحسب فرق المربعين. A أس 2 هي ناقص 3 جذر مربع 3 الكل أس 2 و B أس 2 هي ناقص 5 جذر مربع 5 الكل أس 2. فنحصل على 3 أس 2 في جذر مربع 3 أس 2 ناقص 5 أس 2 في جذر مربع 5 أس 2. 3 أس 2 هي 9، جذر مربع 3 أس 2 هي 3، 5 أس 2 هي 25، جذر مربع 5 أس 2 هي 5، 9 في 3 هي 27، 25 في 5 هي 125، 27 ناقص 125 أصغر قطعا من الصفر. وبما أن A أس 2 أصغر قطعا من وبما أن A أس 2 ناقص B أس 2 أصغر قطعا من الصفر، فهذا يعني بأن A أس 2 أصغر قطعا من B أس 2. بما أن العددين A و B سالبين قطعا، وبالتالي فالترتيب يتغير. إذا نحصل على A أكبر قطعا من B. الحالة الموالية، لنقارن A يساوي جذر مربع 11 و B يساوي جذر مربع 5 زائد جذر مربع 6. كذلك نحسب فرق المربعين نظرا لأن العددان يحتويان على الجذر المربع. A أس 2 ناقص B أس 2 يساوي جذر مربع 11 أس 2 ناقص جذر مربع 5 زائد جذر مربع 6 الكل أس 2. جذر مربع 11 أس 2 هي 11، جذر مربع 5 زائد جذر مربع 6 أس 2 هي 5 زائد جذر مربع 6 داخل الأقواس نظرا لأن هذا الجذر مسبوق بإشارة سالبة. نبسط فنحصل على A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي 11 ناقص 5 ناقص جذر مربع 6. 5 أو 11 ناقص 5 هي 6، فنحصل على 6 ناقص جذر مربع 6. وبالتالي لتحديد إشارة هذا الفرق يجب تحديد إشارة 6 ناقص جذر مربع 6، ولتحديد إشارة هذا الفرق أيضا يجب مقارنة 6 وجذر مربع 6. من أجل هذا كذلك للمرة الثانية سنحسب فرق المربعين 6 أس 2 ناقص جذر مربع 6 أس 2، والتي تساوي 36 ناقص 6 تساوي 30 أكبر قطعا من الصفر. إذن 6 أس 2 ناقص جذر مربع 6 أس 2 أكبر قطعا من الصفر، وهذا يعني بأن 6 أس 2 أكبر قطعا من جذر مربع 6 أس 2.
وبما أن 6 وجذر مربع 6 موجبان قطعا، فيعني بأن 6 أكبر قطعا من جذر مربع 6. انطلاقا من المربع مررت إلى العددان لا يحتويان إلى عددين عفوا لا يحتويان على المربع، احتفظ بنفس الترتيب لأن العددان موجبان. وبالتالي 6 ناقص جذر مربع 6 أكبر قطعا من الصفر، إذن أس 2 ناقص بأس 2 أكبر قطعا من الصفر، وهذا يعني بأن أس 2 أكبر قطعا من بأس 2. وبما أن أ و ب عددان موجبان فإن أ أكبر قطعا من ب، أحتفظ بنفس الترتيب. العدد الموالي أو الحالة الموالية، أ تساوي 5 زائد جذر مربع 2 و ب 25 زائد 10 جذر مربع 2 الكل تحت الجذر المربع. كذلك نفس المبدأ نحسب أ أس 2 ناقص ب أس 2. التعبير الأول عبارة عن المتطابقة الهامة رقم 1، أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. التعبير الثاني سنقوم بإزالة الجذر المربع، نستعمل الأقواس لأن لدينا عدد مركب وكذلك الجذر مسبوق بإشارة سالبة. 5 أس 2 هي 25، 5 في 2 في جذر مربع 2 هي 10 جذر مربع 2، جذر مربع 2 أس 2 هي 2. هنا نزيل الأقواس ونغير إشارة كل تعبير أو كل عدد لأن لدينا إشارة سالبة خارج الأقواس. ناقص 25 ناقص 10 جذر مربع 2. نلاحظ وجود أعداد متقابلة، 10 جذر مربع 2 وناقص 10 جذر مربع 2، مجموعها يساوي الصفر فنحصل على 2. كذلك 25 وناقص 25، وبالتالي أس 2 ناقص بأس 2 تساوي 2 أكبر قطعا من الصفر، إذن أس 2 ناقص بأس 2 موجب قطعا، وهذا يعني بأن أس 2 أكبر قطعا من بأس 2. بما أن أ و ب عددان موجبان فهذا يعني بأن الترتيب لا يتغير، يعني أ أكبر قطعا من ب. الحالة الموالية، لدينا أ تساوي 6 زائد جذر مربع 3 و ب تساوي 36 زائد 12 جذر مربع 3 الكل تحت الجذر المربع. أ أس 2 ناقص ب أس 2. كذلك التعبير الأول عبارة عن متطابقة هامة، المتطابقة الهامة رقم 1، فنحصل على أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. ثم التعبير الثاني نزيل الجذر المربع مسبوق بإشارة سالبة، نستعمل الأقواس. نبسط فنحصل على 6 أس 2 هي 36، 2 في 6 في جذر مربع 3 هي 12 جذر مربع 3، جذر مربع 3 أس 2 هي 3. التعبير الثاني أقوم بإزالة الأقواس وأغير إشارة كل عدد، ناقص 36 ناقص 12 جذر مربع 3. كالحالة السابقة نختزل الأعداد المتقابلة، 12 جذر مربع 3 ومقابله وكذلك 36، فنحصل على أ أس 2 ناقص ب أس 2 تساوي 3 أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي أ أس 2 ناقص ب أس 2 أكبر قطعا من الصفر، يعني بأن أ أس 2 أكبر قطعا من ب أس 2. وبما أن أ و ب عددان موجبان قطعا فهذا يعني بأن الترتيب لا يتغير عند المرور من المربع نحو الأعداد، أ أكبر قطعا من ب نفس الترتيب. الحالة الموالية، لدينا أ هي جذر مربع 6 و ب هي جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 ناقص 1. نحسب أ أس 2 ناقص ب أس 2. التعبير الأول عبارة عن عدد أس 2 يعني الجذر المربع أس 2 ل 6، ثم التعبير الثاني نستعمل متطابقة الهامة رقم 1، أعتبر أ أو X هو جذر مربع 3 وأعتبر Y هو جذر مربع 2 ناقص 1، إذا نحصل على A زائد B الكل أس 2.
ثم نبسط، جذر مربع 3 أس 2 هي 3، هنا نقوم بعملية النشر، 2 جذر مربع 3 في جذر مربع 2 ناقص 2 جذر مربع 3، هنا متطابقة الهامة رقم 2 أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد ب أس 2، جذر مربع 6 أس 2 هو 6. كذلك نستمر في عملية التبسيط، 2 جذر مربع 3 في جذر مربع 2 هو 2 جذر مربع 6، جذر مربع 2 أس 2 هو 2 ناقص 2 جذر مربع 2 في 1 هو ناقص 2 جذر مربع 2، و 1 أس 2 هو 1. ثم 3 زائد 2 زائد 1 هي العدد 6، فنحصل على هذا التعبير. نزيل المعقوفات سبوقة بإشارة سالبة، نغير إشارة كل تعبير، ناقص 6 ناقص 2 جذر مربع 6 زائد 2 جذر مربع 3 ثم زائد 2 جذر مربع 2. وجود أعداد متقابلة أو عددان متقابلان 6 وناقص 6، ثم نلاحظ بأن التعابير المتبقية لها عامل مشترك هو العدد 2، نعمل به 2 عامل لجذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 6، وبالتالي لنقارن، هذا التعبير هو أوس 2 ناقص بأوس 2، ولتحديد إشارته سنقارن جذر مربع 6 وجذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 لأن لدينا هنا الفرق. كذلك نقوم للمرة الثانية بحساب فرق المربعين. التعبير الأول عبارة عن متطابقة هامة، أوس 2 زائد 2 أبي زائد بأوس 2. التعبير الثاني يكفي إزالة الجذر المربع، جذر مربع 3 أوس 2 هو 3، جذر مربع 2 أوس 2 هو 2، فنحصل على 2 جذر مربع 6 ثم 3 زائد 2 هي 5، 5 ناقص 6 هي ناقص 1. وبالتالي لتحديد إشارة الفرق الأخير أو التعبير الأخير يجب مقارنة 2 جذر مربع 6 و1، كذلك نحسب فرق المربعين، 2 جذر مربع 6 الكل أس 2 هي 2 أس 2 جذر مربع 6 أس 2، 2 أس 2 هي 4 جذر مربع 6 أس 2 هي 6، فنحصل على 24 ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر. وبالتالي 2 جذر مربع 6 أس 2 ناقص 1 أس 2 أكبر قطعا من الصفر، هذا يعني بأن 2 جذر مربع 6 الكل أس 2 أكبر قطعا من 1 أس 2، العددان 2 جذر مربع 6 و1 موجبان قطعا، إذن فالترتيب لا يتغير، نحصل على 2 جذر مربع 6 أكبر قطعا من 1، إذن 2 جذر مربع 6 ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر. وبالتالي جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 الكل أس 2 ناقص جذر مربع 6 أس 2 والتي تساوي 2 جذر مربع 6 ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر. إذن جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 الكل أس 2 أكبر قطعا من جذر مربع 6، كذلك العددان جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 وجذر مربع 6 موجبان قطعا، إذن لن نغير الترتيب، نحصل على جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 أكبر قطعا من جذر مربع 6، وهذا يعني بأن جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 6 أكبر قطعا من الصفر. عند الضرب في العدد 2 ضربنا في عدد موجب قطعا فالترتيب لا يتغير، نحصل على هذا العدد أكبر قطعا من الصفر، وهذا العدد ما هو إلا أ أس 2 ناقص ب أس 2، إذن أ أس 2 أكبر قطعا من ب أس 2 لأن أ أس 2 ناقص ب أس 2 أكبر قطعا من الصفر، وبما أن أ أكبر قطعا من الصفر وب كذلك أكبر قطعا من الصفر فهذا يعني بأن أ أكبر قطعا من ب، ب أكبر قطعا من الصفر لأن هذا العدد جذر مربع 3 موجب قطعا
وجذر مربع 2 ناقص 1 موجب قطعا، لأن جذر مربع 2 أكبر من 1. الحالة الموالية، لنقارن العددين A يساوي 7 ناقص 5 جذر مربع 2 و B 99 ناقص 70 جذر مربع 2 الكل تحت الجذر مربع. قبل الشروع في مقارنة هذين العددين، أولا يجب تحديد إشارة A، حيث إذا كان A عدد سالب فلا داعي لإجراء أي عملية حسابية. ولتحديد إشارة العدد A سنقوم بمقارنة 7 و 5 جذر مربع 2، ولأجل هذه المقارنة سنقارن المربعين، إذا نحسب فرق المربعين فنحصل على 49 ناقص 5 أس 2 في جذر مربع 2 الكل أس 2، أي 25 في 2. 49 ناقص 25 في 2 هي 49 ناقص 50، أصغر قطعا من الصفر، وهذا يعني بأن 7 أس 2 ناقص 5 جذر مربع 2 الكل أس 2 أصغر قطعا من الصفر، يعني بأن 7 أس 2 أصغر قطعا من 5 جذر مربع 2 الكل أس 2. بما أن 7 و 5 جذر مربع 2 موجبان قطعا، فيعني هذا بأن الترتيب لا يتغير، يعني بأن 7 أصغر قطعا من 5 جذر مربع 2، يعني بأن 5 ناقص 7 ناقص 5 جذر مربع 2 سالب قطعا. وبالتالي فالعدد A سالب قطعا، وبما أن العدد B موجب قطعا فإن A أصغر قطعا من B، لأن السالب دائما أصغر من الموجب. الحالة الموالية، A تساوي 2 جذر مربع 3 و B تساوي 5 زائد جذر مربع 2، العددان موجبان، سنحسب فرق المربعين. لدينا متطابقات الهامة، متطابقة الهامة رقم 1 A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. ثم هنا كذلك المتطابقة، بما أن التعبير مسبوق بإشارة سالبة إذن نستعمل الأقواس. نبسط، 2 أس 2 4، 2 في 2 في جذر مربع 3 هي 4 جذر مربع 3، جذر مربع 3 أس 2 هي 3، ثم جذر مربع 5 أس 2 5، 2 في جذر مربع 5 في جذر مربع 2 هو 2 جذر مربع 10، وجذر مربع 2 أس 2 هو 2. نبسط، 4 زائد 3 هي 7، ثم 5 زائد 2 هي 7. نكمل العمليات الحسابية، هنا نزيل الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة، نغير إشارة كل تعبير أو كل عدد، نحصل على ناقص 7 ناقص 2 جذر مربع 10، عددان متقابلان مجموعهما هو 0، هما 7 وناقص 7. نحصل على A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي 4 جذر مربع 3 ناقص 2 جذر مربع 10. نعمل بالعدد 2 فنحصل على A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي 2 عامل ل 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 10. وبالتالي لتحديد إشارة هذا الفرق يجب مقارنة 2 جذر مربع 3 وجذر مربع 10. من أجل هذا نحسب فرق المربعين، العدد الأول يعطي 2 أس 2 في جذر مربع 3 أس 2، والعدد الثاني يعطي 10. 4 في 3 ناقص 10، أي 12 ناقص 10 أكبر قطعا من الصفر. إذن 2 جذر مربع 3 الكل أس 2 ناقص جذر مربع 10 الكل أس 2 أكبر قطعا من الصفر، وهذا يعني بأن 2 جذر مربع 3 الكل أس 2 أكبر قطعا من جذر مربع 10 أس 2. بما أن 2 جذر مربع 3 وجذر مربع 10 عددان موجبان قطعا، فإن 2 جذر مربع 3 أكبر قطعا من جذر مربع 10، مما يعني بأن 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 10 أكبر قطعا من الصفر. نقوم بالضرب في العدد 2، الترتيب لا يتغير.
فنحصل على A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي هذا العدد وهو أكبر قطعا من الصفر. إذن A أس 2 أكبر قطعا من B أس 2. وبما أن A و B عددان موجبان قطعا فهذا يعني بأن A أكبر قطعا من B، أحتفظ بنفس ترتيب المربعين. الحالة الموالية، جذر مربع 3 ناقص 2 هو العدد A، وجذر مربع 5 ناقص جذر مربع 2 هو العدد B. أولا لنحدد إشارة A، A هو جذر مربع 3 ناقص 2. لتحديد إشارته يجب مقارنة المربعين، أي جذر مربع 3 أس 2 ناقص 2 أس 2، والذي يساوي ناقص 1 أصغر قطعا من الصفر. إذن جذر مربع 3 أس 2 أصغر قطعا من 2 أس 2. وبما أن جذر مربع 3 و 2 موجبان قطعا فإن جذر مربع 3 أصغر قطعا من 2، يعني بأن A الذي يساوي جذر مربع 3 ناقص 2 أصغر قطعا من الصفر. لنحدد إشارة العدد B، لتحديد إشارة B يجب مقارنة جذر مربع 5 وجذر مربع 2. من أجل هذا نقوم بحساب فرق المربعين، فنحصل على 5 ناقص 2 أكبر قطعا من الصفر، يعني بأن جذر مربع 5 أس 2 أكبر قطعا من جذر مربع 2 أس 2. بما أن جذر مربع 5 وجذر مربع 2 عددان موجبان قطعا فهذا يعني بأن الترتيب لن يتغير، أي جذر مربع 5 أكبر قطعا من جذر مربع 2. هذا يعني بأن العدد B الذي يساوي جذر مربع 5 ناقص جذر مربع 2 أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي نحصل على أن A أصغر قطعا من B لأن B موجب و A سالب. الحالة الموالية، لنقارن العددين A و B. لدينا A ناقص B، نقوم بحساب فرق العددين، نوحد المقام. المقام الموحد هو جذر مربع 3 زائد 1 عامل جذر مربع 3 ناقص 1. عند ضرب المقام في عدد نقوم بضرب البسط في نفس العدد، نفس الشيء ينطبق على المقام الثاني. نضرب المقام الثاني في جذر مربع 3 زائد 1، كذلك البسط الثاني في نفس العدد. المقام عبارة عن متطابقة الهامة رقم 3، هنا البسط هذا التعبير عبارة عن متطابقة الهامة رقم 1، ثم هنا سنقوم بعملية النشر، فنحصل على A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. جذر مربع 3 أس 2 هي 3، 1 أس 2 هو 1. هنا نقوم بعملية النشر، 2 في جذر مربع 3 زائد 2 في 1 ناقص جذر مربع 3 في جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 في 1. جذر مربع 3 أس 2 هي 3، ناقص 2 في جذر مربع 3 في 1 هي ناقص 2 جذر مربع 3، 1 أس 2 هو 1، المقام 3 ناقص 1 هي 2، 2 في جذر مربع 3 هي 2 جذر مربع 3، 2 في 1 هي 2، جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هو العدد 3 في ناقص 1 هو ناقص 3، ثم ناقص جذر مربع 3 في 1 هو ناقص جذر مربع 3. 3 زائد 1 هي العدد 4، ثم 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 هي جذر مربع 3، و 2 ناقص 3 هي العدد ناقص 1. ثم نستعمل كسر 1 فنحصل على 4 ناقص جذر مربع 2، هنا الكسر مسبوق بإشارة سالبة، إذن نغير إشارة كل عدد في البسط الثاني، فنحصل على ناقص جذر مربع 3 زائد 1. 1 زائد 4 هو العدد 5، ثم 2 جذر مربع أو ناقص 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 هي ناقص 3 جذر مربع 3.
هذا العدد يساوي 1 على 2 عامل ل 5 ناقص 3 جذر مربع 3. وبالتالي لتحديد إشارة A ناقص B نقوم بمقارنة العددين 5 و 3 جذر مربع 3، ومن أجل هذا نقوم بحساب فرق المربعين، فنحصل على 25 ناقص 3 أس 2 في جذر مربع 3 أس 2. 3 أس 2 هي 9، جذر مربع 3 أس 2 هي 3. 9 في 3 هي 27، 25 ناقص 27 أصغر قطعا من الصفر. وهذا يعني بأن 5 أس 2 ناقص 3 جذر مربع 3 الكل أس 2 أصغر قطعا من الصفر، يعني بأن 5 أس 2 أصغر قطعا من 3 جذر مربع 3 الكل أس 2. وبما أن 5 و 3 جذر مربع 3 عددان موجبان، فهذا يعني بأننا لن نقوم بتغيير ترتيب، يعني نحصل على 5 أصغر قطعا من 3 جذر مربع 3 نفس الترتيب. إذن 5 ناقص 3 جذر مربع 3 أصغر قطعا من الصفر، وبالتالي عند الضرب في العدد 1 على 2 هو عدد موجب قطعا، لن نغير كذلك الترتيب. مما يعني بأن A ناقص B الذي يساوي 1 على 2 عامل ل 5 ناقص 3 جذر مربع 3 أصغر قطعا من الصفر، إذن A أصغر قطعا من B. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.